بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، وصلنا في التعارض إلى تعارض العام والخاص، وهو احتمال من هذه الاحتمالات كما ذكرنا أن التعارض إما أن يكون بين عامين، وإما أن يكون بين خاصين، وإما أن يكون بين عام وخاص. فالآن نصل إلى التعارض بين العام والخاص. فقال: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. العام عمومه فيه إجمال من جهة تناوله لعدد غير محصور، والخاص فيه تفصيل، ولذلك التفصيل أوضح من الإجمال، ولذلك كانت دلالة الخاص أقوى من دلالة العام. فإذا وجدنا نصا عاما ووجدنا آخر خاصا فإننا نخصص ذلك العام بالخاص، فيخرج الخاص من العام متناوله، ويبقى بقية ما يتناوله العام على دلالة العام. وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين خلاف الحنفية، فإن الحنفية يرون أنه إذا تعارض العام والخاص فإما أن يعلم التاريخ أو لا يعلم، فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ لما سبق، لأنهم يرون أن العام والخاص لا تعارض بينهما، وإنما بينهما النسخ. فإذا كان الخاص متصلا بالعام فإنه يعتبر مخصصا له، وإن كان منفصلا عنه وعرف تأخره عنه كان ناسخا له، وإن لم يعلم التاريخ فإن الحنفية يقدمون أرجحهما، وذلك أنهم يقدمون الترجيح على الجمع خلاف الجمهور الذين يقدمون الجمع على الترجيح. وذلك كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر، وهو عام لأن ما من ألفاظ العموم، وهي من الأسماء المبهمة كما سبق، وهي تتناول كل ما سقت السماء من الحرث سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء بلغ النصاب أو لم يبلغه. وجدنا حديث الأصل الذي في الصحيحين أيضا، وهو ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا مختص بما دون خمسة أوسق، والأول عام فيما فوقها وما دونها، فلذلك نخصص العام بهذا الخاص. فما دون خمسة أوسق وهو ما أقل منها لا زكاة فيه، وما بلغ خمسة أوسق وما زاد عليها فإنه يبقى على دلالة العام، وهي فيما سقت السماء العشر، فإن سقته السماء أخذ عشره بالزكاة، وإن لم تسقه وسقاه الإنسان بجهده يؤخذ منه نصف العشر. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد، يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. وذلك إذا وجدنا نصين كلاهما عام من وجه يشمل بعض متناول الآخر، والآخر خاص من وجه يختص ببعض متناول الآخر، فحينئذ هذا العموم والخصوص الوجهي، فحينئذ يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيؤخذ بالخصوص من كل منهما. إن أمكن ذلك، وإلا رجعنا إلى قاعدة الجمع، محاولة الجمع. مثاله حديث أبي داود وغيره: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بل هو في السنن، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن العراكية وهو سائق السفينة أو قائدها وهو من مدلج جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله إنا نركب البحر و لا أقصد لا ليس هذا هو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة بالأرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والحديث من الناحية الحديثية فيه خلاف كثير، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن أهل العلم تلقوه بالقبول وقد عمل به الحنابلة والشافعية. ومن ناحية الحديث فيه علل من ناحية المتن وعلل من ناحية الإسناد. أما علله من ناحية المتن فإن مداره على شخصين هما محمد بن إسحاق صاحب المغازي وقد جرحه مالك، والثاني الوليد بن أبي كثير وهو خارجي، وكذلك كلاهما رواه اختلف عليه فيه، فتارة يرويانه عن محمد بن عباد بن الزبير وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر بن عباد، وأيضا اختلف على ذلك فيه فتارة يرويانه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر المكبر، وأحيانا يرويانه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر. وهذا الاختلاف في ثلاث درجات من درجات الإسناد كله مقتضى للترك، بالإضافة إلى ما في متنه من الاضطراب، فقد جاء فيه إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا، وجاء فيه إذا بلغ الماء قلتين، وجاء فيه إذا بلغ الماء 100 قلة. هذا اضطراب في المتن. وأيضا من ناحية المعنى فإن القلتين لا يمكن التقدير بهما لأنهما ليس لهما مقاس محدد لا يتجاوزه وضعهما. في العهد النبوي فالقلال كثيرة وهي متنوعة الأحجام والأقدار، وقد ورد في لفظ قلتين من قلال هجر، وقلال هجر هي قلال الأحساء، ولكن مدار هذه الزيادة على المغيرة بن صقلاب وهو ضعيف عند أهل الحديث. وأيضا فإن قلال هجر أيضا متفاوتة في حجمها، ولكن ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف سدرة المنتهى في ليلة المعراج أنه لما أتاها فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر. ومن المعلوم أن النبق غير متساو وأن القلال أيضا غير متساوية في أحجامها. وقوله لم يحمل الخبث معناه لم ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، والخبث النجاسة. وإذا بلغ الماء هذا مخرج لما دونه، فما كان أقل من قلتين إذا أخذنا بهذا الحديث فإنه ينجس بما لم يغيره وما وقع فيه من النجس ولو لم يغيره. هذه المسألة فيها خلاف بين المذاهب، فذهب مالك رحمه الله إلى أن الماء لا ينجسه إلا ما غير لونه وطعمه وريحه من النجاسة، والاعتماد في ذلك على حديث ضعيف وهو إن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. وهذا الحديث مداره على رشدين بن سعد، ورشدين قال فيه أهل الحديث كان رشدين رجلا صالحا فأدركته غفلة الصالحين فكان يقبل التلقين، ولكن له بعض الشواهد التي تدل عليه. وبه أخذ المالكية فرأوا أن الماء القليل إذا وقع فيه نجس ولم يغيره فإنه يبقى على طهوريته، وذهب الجمهور إلى أن القليل إذا وقع فيه نجس ولم يغيره فإنه يتنجس بذلك إذا تحقق وقوع النجس فيه، ومحل ذلك إذا كان النجس شيئا معتبرا، ما إذا كان شيئا يسيرا جدا كمجرد نقطة يسيرة جدا ونحو ذلك فإن ذلك لا يضره. واختلف الجمهور القائلون بذلك في التفريق بين القليل والكثير، فذهب الحنفية إلى ثلاثة أقوال في هذا. القول الأول مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فرأى
أن القليل هو الذي إذا شرب منه الإنسان وقع في خاطره أنه قد شرب النجس. وذهب أبو يوسف إلى أن القليل هو الذي إذا حرك طرفه تحرك طرفه الآخر. وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أن القليل عشرة في عشرة في عشرة، هي عشرة أذرع عرضا في عشرة أذرع طولا في عشرة أذرع عمقا. وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحديد ذلك بالقلتين بحسب المد الدمشقي، فجعلوا ذلك 120 مدا بالدمشقي. وقال الشوكاني رحمه الله: ليس على شيء من هذه الأقوال أثارة من علم، فليس شيء منها معتمدا على دليل، والتحديد دائما لا بد فيه من دليل. والمالكية فرقوا في فرقهم بين القليل والكثير، مع أنهم أصلا لا يعتبرون تنجس القليل إذا لم يتغير. قالوا: الفرق بين القليل والكثير هو قدر إناء الوضوء أو إناء الغسل. فإناء الوضوء مد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد وهو أكثر ما توضأ به. أو الغسل، والغسل أقل ما اغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم صاع. فلذلك جاء تحديد الأكثر في الوضوء وهو المد، وتحديد الأقل في الغسل وهو الصاع. وهذا الحديث يعارضه الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وغيره، وهو: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قد جاء فيه عدد كثير من الألفاظ، منها: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. ومنها حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء، وغير ذلك من الألفاظ. قال: فالأول خاص بالقلتين بما بلغ القلتين، عام في المتغير، فإنه قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فما فوق القلتين قطعا عرفنا من الحديث الأول أنه إذا وقع فيه النجس ولم يغيره فلا اعتبار له، أما إذا غير لونه وطعمه وريحه فذلك معتبر. أما الحديث الثاني فهو مقتضى لأن الماء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فالحديث الثاني في القليل والكثير يتناول القليل والكثير، والحديث الأول مختص في الحكم بما دون القلتين. والثاني كذلك نص على التغير، أنه إنما ينجس إذا تغير. وأما الحديث الأول فذكر أنه لا يحمل الخبث مطلقا، مع أن الأول محمول على هذا. فلذلك قال: والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما. أما القلتان فلعل هذا غلط من المؤلف رحمه الله، فإن الحديث صريح في أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وذلك شامل للقلتين فما فوقهما. أما ما دون القلتين فنعم فهو الذي يتناوله الحديث. فلذلك قال: فيخصص عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن الماء إذا بلغ قلتين إذا كان أقل من القلتين ينجس بالتغير بالنجس. وخصص عموم الثاني بخصوص الأول حتى حكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. وهذا طبعا على ما ذكرنا من التفصيل لأهل العلم في المسألة. فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، وهذا الاحتمال الذي أشار إليه الشارح، احتيج إلى الترجيح حينئذ بينهما. فيبدأ بمحاولة الجمع أولا، والجمع مقدم على الترجيح. فإذا لم يمكن احتيج إلى الترجيح، والترجيح إما أن يكون عن طريق المتن وإما أن يكون عن طريق الإسناد. فطريق المتن ما يتعلق بقوة الدلالة والوضوح إلى آخره، وما يتعلق بترجيح الإسناد فهو أن يكون أحدهما متواترا والآخر
آحادا، أو أن يكون أحدهما بلغ درجة الصحة والآخر حسنا مثلا، أو أن يكون أحدهما رواه عدد كبير أو رواه أئمة مشاهير أو مخرج في الصحيحين والآخر ليس كذلك، أو أن يكون راوي أحدهما صاحب القصة أو الحاضر لها والشاهد لها والآخر ليس كذلك. مثاله حديث البخاري: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث من عام، لأنه قال من بدل دينه، وأمر بقتل كل من ارتد عن الإسلام وبدل دينه، والمقصود بالدين الإسلام. فمن بدل دينه من الديانات الأخرى بغير دين الإسلام فلا يشمله ذلك، لأن الدين المقصود في هذا الحديث هو دين الإسلام. فمن بدل دينه الإسلامي إلى ديانة محرفة مبدلة أو إلى ديانة أرضية أصلا فإن حكم الشرع فيه القتل، وهذا هو حد المرتد، وإنما يكون ذلك بعد الاستتابة وعرض التوبة عليه وإزالة الشبهة عنه وإقامة الحجة عليه، كما هو معروف في الشروط التي يذكرها أهل العلم. وفي زماننا من ينكر حد القتل، حد الردة مطلقا، وذلك بسبب تأثير الضغط العالمي وبسبب تأثير شيوع الحريات والزائفة بين الناس. فتكلم بعض أهل العلم على أن حد الردة مخالف للقرآن، وأن القرآن جاء فيه لا إكراه في الدين، وأن الحديث إذا عارض القرآن فإنه يؤخذ بالقرآن ويلغى الحديث، وهذا مخالف للقواعد الأصولية. في القواعد الأصولية أنه إذا قدر تعارض بين القرآن والسنة ينظر إلى الجمع أولا، فهو مقدم على الترجيح، ثم بعد ذلك بما ذكرناه من التخصيص والعموم. وقد جاء اللفظ الذي ذكر في القرآن وهو لا إكراه في الدين، هذا عام لأنه نكرة في سياق النفي وهي من ألفاظ العموم. وأما الحديث من بدل دينه فاقتلوه فهو عام أيضا، وحينئذ ورد عامان فيخصص أحدهما بالآخر، فلا إكراه في الدين يخصص من ذلك من ارتد عن الإسلام فإنه يقتل. وقد جاء في ذلك عدد من النصوص الأخرى غير هذا الحديث، فالذين يناقشون هذا الأمر يظنون أنه لم يرد فيه إلا هذا الحديث وهو من بدل دينه فاقتلوه، وبعضهم جعله مطعنا في البخاري وفي صحيحه، ولا شك أن ذلك غاية في الشطط والابتعاد عن الحق. والأحاديث في هذا الباب متعددة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث التارك لدينه المفارق للجماعة حمله بعض أهل العلم على أن المقصود به المرتد، وحمله آخرون على أن المقصود به الخارجي التارك لدينه لبيعته والتزامه الجماعي. وهذا الاحتمال الأخير أرجح، لأن أول الحديث هو لا يحل دم امرئ مسلم، والمرتد ليس امرأ مسلما حتى يستثنى. ولكن ثم أحاديث كثيرة أخرى، وأيضا عمل الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، وكذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من ارتد، كجاريتي النضر وك ابن خطل. وقد كان أيضا حكم بالقتل على عبد الله بن أبي صرح وقد ارتد، ولكن عثمان رضي الله عنه شفع له فترك له وأسلم وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله وغزا، فكان ذلك تطهيرا له. فهذا الحديث وجدنا إلى إزائه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فأخذ الحنفية بهذا الحديث وقالوا هو ناسخ لحديث من بدل دينه فاقتلوه، فالمرأة إذا ارتدت لا تقتل عند الحنفية لأنها امرأة، والمرأة
جاء النهي عن قتلها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. والجواب عن ذلك بالرجوع إلى مورد هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فرأى امرأة قتيلا أي قد قتلت، فقال ما هذا، ونهى عن قتل النساء. والمقصود بذلك أن لا يتعمد قتلهن إلا إذا قاتلن، فإنه نهى عن قتل الذرية أي الأولاد والبنات الصغار، ونهى عن قتل الرهبان، ونهى عن قتل الشيخ الفاني الهرمي، ونهى عن قتل العمال كالمزارعين الذين لا يحملون السلاح، ونهى عن قتل النساء ومحله إذا لم يقاتلن، وذلك في القتال والحرب مع الكفار. أما من ارتد عن الإسلام فإنه يختص بما ذكر في الحديث الأول. فالأول عام في الرجال والنساء وهو من بدل دينه، والثاني خاص بأهل الردة فإنه نهى عن قتل النساء، لكن ورود الحديث يدل على خلاف ذلك، وأنه لا علاقة له بالردة وإنما هو في القتال مع الكفار. والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات على القول بإلغاء مورده، فتعارضا في المرتدة وهي القدر المشترك بينهما، فتقتل بالأول لأنه قال من بدل دينه، ولا تقتل بالثاني لأنه نهى عن قتل النساء وهي امرأة. قال والراجح أنها تقتل، فالحنفية هم الذين يرون أنها لا تقتل، ومذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون قتلها. انتهينا إذن من مباحث الألفاظ، وسنبدأ في دليل آخر من الأدلة الإجمالية وهو الإجماع. وبدأه أولا بقوله وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، فلا يعتبر وفاق العامة لهم وفاق العوام لهم، ونعني بالعلماء الفقهاء. هذا تعريف منه للإجماع في الاصطلاح. فالإجماع في اللغة يطلق على العزم والقطع، فيقال أجمع فلان السير معناه عزم عليه، ويقال أجمع فلان الرأي أي قواه وشدده، وأجمع المجتمعون على كذا بمعنى توافقوا عليه. وأما الإجماع في الاصطلاح فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي. فقلنا اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج غير المجتهدين من العلماء المقلدين ومن علماء الفنون الأخرى كعلماء اللغة وعلماء العلوم غير الشرعية. مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا ذكر للإجماع في الأمم السابقة، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله له نبيا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى العلماء ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، فعلماء أمته كأنبياء بني إسرائيل، ولذلك أحال الله إليهم عند الجهل في الأمر، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأحال إليهم كذلك عند حصول الخلاف، فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأما من ليس من أهل العلم أصلا كعوام المسلمين فلا يدخل أصلا في ذلك، ولا اعتبار لخلافهم في أمور الدين الاجتهادية. أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فلا عبرة بإجماع الأمة في حياته، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، وسيأتينا أن فساد الاعتبار قادح من قوادح العلة من قوادح القياس. وإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، لأن الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولذلك لم يكن الإجماع معتبرا في حياته صلى الله عليه وسلم، وإنما هو معتبر بعد وفاته. ولا يشترط في الإجماع أن يجتمعوا ويجلسوا في مكان واحد، أو أن يكون
قولهم في مسألة واحدة بعينها، بل إذا اتفقوا على حكم المسألة ولو تعددت الوقائع. فوجدنا مفتيا في المكان الفلاني يفتى فيها بكذا، ووجدنا هذه النازلة عينها وقعت في مكان آخر فأفتى فيها مفتي ذلك المكان بكذا، فجمعنا أقوال المجتهدين في كل مكان من في ذلك العصر، فوجدنا أنهم قد اتفقوا على حكمها، فحينئذ يحكى الإجماع. في عصر من العصور، هذا مخرج لمن يشترط انقراض العصر، فإن طائفة من أهل العلم يرون أن الإجماع لا بد أن يكون إجماعا مستمرا، فإن خولف فيه في وقت من الأوقات ولو كان بعد انعقاد الإجماع فإن الإجماع ينخرم بذلك. ولكن هذا فيه إشكال، لأنه لا يمكن أن ينعقد الإجماع ثم بعد ذلك يخالف، لأن الإجماع أصبح دليلا قطعيا. ولكن لم يكن التواصل موجودا، وهذه الوسائل التي لدينا الآن يتصل فيها الإنسان بمشارق الأرض ومغاربها لم تكن موجودة في العصور الماضية. ولذلك فإن الذين يحكون الإجماع في تاريخ الأمة قلائل، الذين يمكن أن يحكموا أن الإجماع انعقد على كذا في تاريخ الأمة قلائل، لأنهم الذين اتسعت مداركهم واتسعت محفوظاتهم ومروياتهم واطلعوا على فتاوي العلماء في مختلف المذاهب وفي مختلف البلدان، وعرفوا اتفاقهم على الأمر. ولذلك كثير من الإجماعات التي تحكى تكون منخرمة، والذين يحكون الإجماع في تاريخ الأمة قلائل، من أمثال ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية وابن عبد البر وابن قدامة والنووي، وعددهم قليل. فلو قدر أن أحدا من المتابعين الآن استطاع أن ينظر في نازلة من النوازل الجديدة كالصلاة في الطائرة مثلا، واستطاع أن يعرف فتاوي أهل الشرق والغرب فيها، فسأل عن جميع من بلغ رتبة الاجتهاد في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي باكستان وفي الهند وفي الأماكن الشرقية كلها وفي البلاد العربية وفي تركيا وفي إيران وفي الجمهوريات الإسلامية وفي أوروبا وفي إفريقيا وفي أمريكا وفي كل مكان، فعرف كل من بلغ رتبة الاجتهاد وكان له تواصل معهم، فعرف آراءهم في المسألة وعرف أنهم اتفقوا مثلا على جواز الصلاة في الطائرة أو على إلغاء الجائحة فيما يتعلق بالإجارات في قضية كوفيد مثلا، وحكى لنا الإجماع على ذلك أن أهل هذا العصر اتفقوا، فحينئذ يكون هذا الإجماع معتبرا بشرطه ويكون دليلا عاما. ومن أوائل من استدل للإجماع بالقرآن الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه قال إن آية سورة النساء وهي قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، قال المقصود بذلك الإجماع. فالآية كانت من المتشابه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس للمؤمنين في حياته سبيل سوى ما جاء به، فلما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم زال التشابه عن الآية، وعلم أن المقصود بسبيل المؤمنين إجماعهم، ومن خالف هذا الإجماع فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، فإن خرق الإجماع من الكبائر الكبرى، وقد توعد الله عليها بالنار وبالمسؤولية العامة عن كل ما يترتب على ذلك. وهذا قوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فرأى الشافعي أن الآية زال عنها التشابه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن سبيل المؤمنين هو المقصود أن المقصود به الإجماع. والجمهور كانوا يستدلون للإجماع ببعض الأحاديث التي في بعضها ضعف أو في كلها ضعف، مثل حديث أمتي لا تجتمع على ضلالة ونحو ذلك. ولكن ثبتت أحاديث أخرى تدل على اعتبار العدد وإن كانت في غير محل الإجماع، فمحل الإجماع
هو الأحكام الشرعية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث أخرى تدل على أهمية ما يراه المسلمون، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواترت أنها في العشر الأواخر من رمضان، وكذلك نزوله صلى الله عليه وسلم عن رأي تنازله عن رأيه عندما رأى الجمهور يرون الخروج إلى مقارعة المشركين يوم أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن يتحصن أهل المدينة بالحصون وأن يقاتلوهم من وراء الحصون، فعدل عن رأيه لرأي جمهور أصحابه، وذلك تعليم لنا على الأخذ بقول الجمهور وأن اعتبار إجماع الأمة مهم. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أثر وهو: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا كله يدلنا على الإجماع وعلى أنه دليل. والذين ينكرون الإجماع من السلف يقصدون بذلك ندرته وقلته، ولكن لا يختلفون أن الإجماع منعقد مثلا على وجوب الصلوات الخمس على القادر المطيق والمستطيع الذاكر، وأن أعداد ركعاتها قد انعقد الإجماع عليها، وأن شروطها شرط طهارة الحدث مثلا وشرط استقبال القبلة وشرط ستر العورة أنها أيضا محل إجماع في حق غير المكره غير العاجز، وهكذا في الحج والزكاة والصيام وكثير من الأحكام العامة انعقد الإجماع عليها. ومن أهل العلم من يقول: هذه ثبتت بالنصوص من القرآن والسنة فلا داعي لذكر الإجماع فيها، لكن يقال الإجماع هو الذي لا نسخ فيه، الإجماع لا ينسخ بخلاف الكتاب والسنة فيقع فيهما النسخ والتخصيص، والإجماع دليل على بقاء الحكم وعدم نسخه. وقوله: هو اتفاق علماء أهل العصر، أي أهل أي عصر من العصور، ولكن لا بد أن يكون ذلك مختصا بعصر، لأنه لو فتح من أول الأمة إلى آخرها لم يستقر إجماع، لأنه ما من زمان لا يظهر علينا فيه بعض النكرات وبعض من يدعي العلم وبعض العلماء أيضا فيفتون فتاوي شاذة قد تخالف الإجماع، فلو كانت خارقة للإجماع ومفسدة له لكان هذا إفسادا للإجماع كله، ولذلك حصرناه في عصر من العصور. على حكم الحادثة، المقصود بالحادثة هنا أي حادثة، على حكم أي حادثة أي واقعة، فلا يعتبر وفاق العوام ولا خلافهم أيضا، لأن العوام ليس لهم حكم في الشرع فليس لهم أن يتكلموا في العلم، لأنه من المحرم على الإنسان أن يقول على الله بغير علم، وعده الله مع الشرك، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونعني بالعلماء الفقهاء، فالعلماء المقصود بهم أهل الاجتهاد، فلا يدخل فيهم مثلا القراء ولا علماء اللغة والنحو والصرف ونحو ذلك، وإنما يختص ذلك بعلماء الدين المختصين في الفقه والأصول، فلا يدخل في ذلك المتخصصون في الكلام أو العقائد أو المتخصصون في التفسير أو في الجرح والتعديل أو في علوم الحديث، إنما يختص بذلك أهل الدراية. فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم. هذا الذي قاله المحلي رحمه الله، ولكن قصده بالأصوليين من لم يكن فقيها ولا يمكن أن يقع ذلك أصلا، فأرى أن هذا أيضا من الغلط في هذا الأمر، فهو فصل بين الأصول والفقه، والواقع أن علم الأصول وعلم الفقه وعلم القواعد وعلم تخريج الفروع على الأصول هذه علوم مترابطة، لا يمكن أن يكون الإنسان ممن يشار إليه بواحد منها وأن يكون جاهلا بالأخريات، فلذلك لا بد من اتفاق الأصوليين والفقهاء والقواعدين في القواعد الفقهية والأصولية والمخرجين الذين يعرفون تخريج الفروع على الأصول، فهم جميعا فقهاء في هذا المعنى. لكن حصل انفصام في تاريخنا المتأخر بين الأصول والفقه،
وأصبح الفقهاء لقب يطلق على المتمذهبين الذين يروون المذاهب ويحفظونها، وفي بعض الأحيان يتعصبون لها. وأطلق لقب الأصوليين أيضا على الذين يدرسون الأصول وموارد الاجتهاد، وإن كانوا لا يجتهدون. وقد تنبه لحصول هذا النزاع الشيخ محمد البامي رحمه الله في كتاب البادية، حيث قال إنه إن الناس العلماء في زمانه قسمان: أصوليون يشتغلون بدراسة الأصول والأدلة والاجتهاد، ولكنهم لا يفتون الناس في أمر من الأمور، ولا يحلون نازلة، لا يحلون للناس مشكلة. وإلى فقهاء مقلدين يلتزمون المذاهب ويتعصبون لها ويرون أقوال أهلها، ويرون أنهم لا يخرجون عنها بحال من الأحوال، وأنهم ملزمون بذلك، ويرون أن باب الاجتهاد قد أغلق، ومع ذلك لا يمر يوم من الأيام إلا ولهم فيه اجتهاد وفتاوى ونوازل كثيرة تعرض عليهم فيفتون فيها. فالذي يفعلونه خلاف مذهبهم، لأنهم يرون أن الاجتهاد قد أغلق بابه، وهم مع ذلك كل يوم يجتهدون. والآخرون أيضا يشتغلون بالأصول ويرون فتح باب الاجتهاد، ولكنهم مع ذلك لا يجتهدون ولا يفتون الناس ولا يخرجون لهم حلا لمشكلاتهم. وهذا من مشكلات المتأخرين. أما الصدر الأول من هذه الأمة فلم يكن هذا مطروحا للنقاش أصلا، وكان الذي يشتغل بالأصول هو الذي يشتغل بالفقه، والذي يشتغل بالفقه هو الذي يشتغل بالأصول، ولا يوجد في ذلك الزمان فقيه غير أصولي ولا أصولي غير فقيه. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، فالإجماع إنما هو معتبر في أمور الدين الاجتهادية، فلا يمكن أن يقال انعقد الإجماع في العصر الفلاني على أن الواحد نصف الاثنين، أو على أن السماء فوق الأرض، أو أي على أي حكم عقلي، أو على حكم عادي أن الماء إذا بلغ درجة الحرارة كذا فإنه يتبخر مثلا. هذا حكم عادي لا ينعقد عليه الإجماع. فالأحكام كما سبق ثلاثة: شرعي وعقلي وعادي. فالأحكام العقلية والأحكام العادية لا يحسمان بالإجماع، لأن المرجع فيهما إلى العقل والتجربة. وأما الأحكام الشرعية فهي تنقسم أيضا إلى ما حسمته الأدلة، وهذا إنما يعتبر الإجماع فيه مؤازرا ومثبتا لعدم النسخ في الأمر. وإلى ما لم تحسمه الأدلة هذا يمكن أن يحسم بالإجماع، والإجماع لا بد أن يكون معتمدا على دليل، وهذا الدليل الذي يعتمد عليه الإجماع يسمى مستند الإجماع، وقد يكون ضعيفا مثل حديث كل قرض شر نفعا فهو ربا، هذا الحديث ضعيف. وكذلك حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ هو حديث ضعيف، ولكن عقد الإجماع على مضمونهما. فكل ربا اشترطت فيه زيادة عند السداد والأداء فهو كل أقصد قرض اشترطت فيه زيادة عند الأداء والسداد فهو ربا، والإجماع منعقد على ذلك. ومستنده كما ذكرنا ضعيف، لكن لا يضر ذلك الإجماع، لأنه قد يكون صح لدى أهل الإجماع ولم يصل إلينا بإسناد صحيح، ووصل إلى من قبلنا بما يقتنعون به فصح لديهم. ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية، فإنما يجمع فيها علماء اللغة. والمقصود هنا أيضا بخلاف العقلية، الحكم العقلي والحكم العادي كان هذا أولى من التعرض للغة، لأن اللغة نقل محض وليس فيها اجتهاد. قال: وإجماع هذه الأمة حجة. هذه هي قاعدة حجية الإجماع، فإن إجماع الأمة حجة إذا حكي حكاه ثقة ولم ينقل. أما الإجماعات التي حكاها بعض الفقهاء وتبين أن الإجماع فيها غير حاصل وأنها محل خلاف فلا تكون حجة، ولكن تكون قولا للجمهور، وقول الجمهور معتبر عند عدم الدليل القوي في مقابله، لأنه إذا تعارض لدينا جمهور وأقلية
ولم نجد لواحد منهما دليل، فلا شك أن الجمهور أقرب إلى الصواب. وكذلك إذا وجدنا لكل واحد منهما دليلا ولكن كان الدليلان متساويين، فحينئذ لا شك أن ما أخذ به الجمهور أولى. لكن إذا وجدنا الجمهور قالوا بقول فأصبح مشهورا وفي مقابله قول هو الراجح لقوة دليله، فحينئذ يؤخذ بالراجح لا بالمشهور، لأن الأخذ بالراجح واجب لا راجح. دون غيرها فالأمم السابقة ليس لها إجماع ولا اعتبار لذلك. واستدل لذلك بالحديث الضعيف لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي وغيره، وقد ذكرنا ضعفه. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، قد جاء في ذلك أحاديث كلها ضعيفة، وهي تدل على عصمة هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة، وكل تلك الأحاديث ضعيفة. والإجماع حجة على العصر الثاني، معناه على ما بعد انقراض العصر، فإن أجمع أهل عصر على قول ثم رجع بعض المجمعين عن قوله لم يعتبر ذلك إجماعا. ولذلك قال علي رضي الله عنه في خلافته إنهم كانوا قد اتفقوا في أيام عمر على منع بيع أمهات الأولاد، وإنه رأى رأيا يخالف ذلك في زمانه، فقال له عبيدة السلماني يا أمير المؤمنين رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. وهذا إذا رجع المجتهد عن قوله، فحينئذ اختلف الأصوليون هل يعتبر رجوعه بمثابة النسخ ملغيا لاجتهاده الأول أو لا يعتبر ملغيا له. والذي يترجح أنه غير ملغ له، لأن النسخ مختص بالأحكام الشرعية النصية كما سبق، واجتهاد المجتهدين معتبر في كل وقت، لأنه إذا بذل جهده فوصل إلى رأي معين باعتبار الدليل، فإن ذلك دليل على أن لما وصل إليه حظا من الصواب ووجها من الفهم. فإذا بدا له خلافه أو ترجح خلافه فرجع عنه لا ينقض ذلك الأول. ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه أصحاب المشتركة في المسألة الأولى حكم بإسقاط الإخوة الأشقاء وتوريث الإخوة لأم، فلما كان بعد عام تكررت المسألة فجاء أصحابها فقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ فقال هو ذاك الثلث بينكم فاقتسموه، فجعل الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم شركاء في الثلث. وجاء إليه أصحاب القضية الأولى فقالوا منعتنا في عام أول وأعطيت هؤلاء، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، فلم يغير اجتهاده وحكمه في الماضية وإن كان رأى خلافه في المسألة الثانية، لأن ذلك يقتضي ذبذبة وفوضى في الفتوى والاجتهاد. ولذلك لا يزال أئمة المذاهب يرون الروايات المختلفة عن الأئمة، وبعضها متقدمون وبعضها متأخرون كالمذهب القديم للشافعي والمذهب الجديد، وتارة يرجح القديم وتارة يرجح الجديد، وكذلك رجعات مالك رحمه الله، وقد أحصينا له 198 مسألة ما بين المدونة والعتبية رجع فيها عن قوله الأول، ومع ذلك قد يكون القول الأول هو المأخوذ به في المذهب وقد يكون الثاني هو المأخوذ به. وكذلك عن أبي حنيفة ما يسمى بوجه الرواية وما يسمى بالزيادات ما يسمى بالنوادر، وكذلك في المذهب الحنبلي الروايات عن الإمام أحمد كثيرة جدا، وبعض الحنابلة يجتهدون في اختيار رواية ما فيرونها يقولون هي المذهب، وذلك مثل ما ترون في المقنع لابن قدامة ومثل الإنصاف الذي يختار يبين الخلاف في المسألة ويختار قولا من الأقوال أو رواية من الروايات فيرى أنها هي المذهب. إلا إذا كان الرجوع قبل تنفيذ الحكم، فإذا اجتهد الإمام أو المجتهد في مسألة
ورأى فيها رأيا ثم تبين له خطأه قبل أن ينفذه فرجع عنه، كما حصل لعمر رضي الله عنه عندما جاء بامرأة أتت بولد وقد تزوجت منذ 6 أشهر، فجاءت بولد ل6 أشهر، وهذا نادر في العادة، فحكم عمر بحدها. فجاء علي رضي الله عنه قبل أن ينفذ الحكم فقال: ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا ويقول وفصاله في عامين، فكم تراه ترك للحمل؟ فقال: 6 أشهر، لأن عامين 24 شهرا، فإذا نزعت من 30 شهرا بقي 6 أشهر فقط، وهي أمد الحمل، لأن أمد الحمل والرضاع معا جعلها الله 30 شهرا. ثم بين لنا أمد الرضاع ب24 شهرا، فدل ذلك على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر. كان هذا فهما من علي رضي الله عنه، ووافق عليه عمر ورجع عن حكمه وقال: اللهم إني أعوذ بك من معضلة ولا أبا حسن لها، أو لا أبا حسن لها. ونظير ذلك رجوع داود عليه السلام في حكمه فيما حكى الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولهذا كتب عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. من عصر الصحابة ومن بعدهم، فالإجماع من عصر الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلو قدر أن زمانا ما لم يبق فيه من المجتهدين إلا واحد فقيل يكون رأيه بمثابة الإجماع، لأنه هو الوحيد الذي اتصف بصفة أهل الإجماع وهي الاجتهاد. ولا تخلو الأرض من مجتهد تقوم به الحجة إلا سبحانه وتعالى. وفي زماننا هذا أصبح الاجتهاد الجماعي محل ضرورة، فيمكن أن يجتمع مجمع فقهي أو اتحاد للعلماء ونحو ذلك، يجتمع فيه عدد كبير من العلماء والفقهاء الذين لم يبلغ أحد منهم رتبة الاجتهاد، ولكن يكمل بعضهم بعضا، فكل في تخصصه وفي مستوى دراسته يكمل الآخر ويضيف ما ليس لديه. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر بأن يموت أهله على الصحيح. هذه مسألة خلاف، وهي: هل يشترط أن ينقرض العصر الذي أجمعوا فيه حتى لا يبقى أحد منهم حيا لئلا يرجع، لأنه ما دام حيا فهو عرضة للرجوع عن قوله؟ وقد قال بذلك بعض الأصوليين، وقال آخرون لا يشترط ذلك، وهذا الذي اختاره المؤلف، ولكن الذين اختاروه خلاف ذلك، وهو أنه يشترط انقراض العصر. ومن الصعب حكاية الإجماع في حياة المجتمعين، حياة المجمعين، ففي الزمان الأول الذين كانوا يحكون الإجماع كيف يطلعون على آراء أهل المشرق وأهل المغرب وفتاويهم في النازلة في حياتهم؟ فالغالب أن كثيرا من المجتهدين أعمارهم ليست بذلك الطول والسفر من مشارق الأرض إلى مغاربها، والعكس أيضا بجمع كل هذه الآراء ومقارنتها حتى يحصل لدى الإنسان قناعة أنه حصل بها الإجماع يحتاج إلى وقت. فلذلك نرجح اشتراط انقراض العصر بأن يموت أهله هذا على الصحيح عنده هو، لسكوت أدلة الحجية عنه، لأنه لم يرد في أدلة الحجية تصريح باشتراط انقراض العصر، ولكن له أدلة أخرى غير ذلك، وقد ذكرنا منها صعوبة نقل الإجماع إلا بذلك، وأيضا إمكان رجوع كل واحد منهم، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط منه الاستدلال. وقيل يشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه، وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه لإجماعهم عليه، وهذا ليس صحيحا، فقد رجع علي كما ذكرنا عما أجمع عليه مع أصحابه في حياة عمر رضي الله عنهم أجمعين.
فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر في انقراضه في انعقاد الإجماع، فحينئذ قول من ولد في حياتهم فيكون منهم، ولكن الذي يترجح عن العبرة بالذين كانوا يرجع إليهم بالفتوى وعلم اجتهادهم في زمان واحد، فإن ولد مولود في حياة بعض المجتهدين وماتوا قبل أن يبلغ رتبة الاجتهاد فخالفهم في اجتهادهم بالإجماع لا يكون ذلك خارقا لهذه العادة التي ذكرنا، بل لا يحل له مخالفتهم بعد انقراض عصرهم. لذلك ذكر أنه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد إذا كان ذلك أيضا في حياتهم، أما إذا كان ولد في حياتهم ولم يتفقه إلا بعد مماتهم فليس له أن يخرق إجماعهم. ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، لأهل الإجماع أن يرجعوا عن الحكم ما لم ينقرض العصر، فكل من وافق عليه فله أن يرجع عنه، وبالأخص إذا ذكرنا أنه قد لا يعلم أصلا باتفاق الآخرين معه على هذا الأمر ولا يشترط ذلك في الإجماع، فإذا غيره واجتهاده فلا يقال له قد اتفق معك على الاجتهاد الأول فلان وفلان وفلان وهم المجتهدون في هذا الزمان فأصبح إجماعا، هذا ليس حجة عليه لأنه هو عند النظر لم يكن يعلم بذلك ولا يمكن أن يجتمع معهم تحت سقف واحد حتى يناقشوا الأمر ويتخذوا فيه رأيا يكون كالقرار الحاسم، بل إنما يجتهد كل منهم في نطاقه وفي بلده وفي نازلته التي بين يديه، والذي يحكي الإجماع مهمته أصعب وأدق من مهمة المجمعين أصلا، فحكاية الإجماع أصعب من انعقاد الإجماع. أن يرجع عن ذلك الحكم الذي أدى اجتهادهم إليه في ذلك الوقت. قال والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، فالإجماع يمكن أن يكون بقول بعضهم وسكوت بعضهم عنه عند طائفة، كأن يقولوا بجواز شيء أو أن يفعلوه هذا بالقول والفعل، فيدل فعلهم له على جوازه لعصمة إجماعهم على ذلك على ما تقدم. وقيل لا بد أن يكون الإجماع قوليا، وكذلك يحصل الإجماع بقول بعضهم وفعل بعضهم وانتشار ذلك حتى يصل إليهم واشتهاره، انتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عنه، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع الإجماع. الإجماع الأول هو الإجماع القولي، أن يفتي كل مجتهدي عصر من العصور في نازلة وتتطابق فتاويهم وتتفق، هذا القول. الإجماع الثاني هو الإجماع الفعلي، وهو أن يتفق علماء الأمصار في كل بلد على فعل من الأفعال يفعلونه جميعا، فدل ذلك على أنهم اجمعوا عليه. وهذا القول بالإجماع الفعلي ليس راجحا، لأن الفعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا. وكذلك من هذه الشروط التي لا بد منها أن نعرف أنه إذا كان الإجماع ينقض إجماعا فلا عبرة بالإجماع الثاني، مثل ما يقول المتأخرون الآن أن المجمع عليه بين العلماء هو وجوب تقليد المذاهب الأربعة، وأنه لا يحل مخالفتها ولا إحداث قول جديد ولا مذهب جديد. وقد ألف أحد العلماء في زماننا كتابا في هذا الأمر، وتعرفون أن هذا شائع في كتب المتأخرين، حتى قال العلامة السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمه الله في مراقي السعود والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منعه، وألف أحد العلماء كتابا في هذا ونقل فيه كثيرا من الأقوال عن المتأخرين بحرمة تقليد غير الأربعة، وأصل هذا الكتاب إلى جدي رحمه الله، وكان الناس يعرضون عليه بتاويهم وكتبهم،
فيسلم منها ما رآه صوابا ويرد ما لا يراه صوابا. وكنت أنا أقرأ عليه، فقرأت عليه هذا الكتاب، فلما أنهيته قال اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن نسبة هذه النقول إلى مظانها صحيحة، ولكنها يتضمن إثباتها رفعها كدفع العبد في صداقه. فإنه يتضمن إثبات هذه النقول رفعها، لأن الذين قالوها ليسوا من الأربعة، فلا يحل تقليدهم على هذا القول. فإذا هم يرون أنه لا يجوز تقليدهم، وهم اجتهدوا وهم من غير الأربعة، فالذي قال ذلك ليس الأربعة قطعا، وعلى صحة هذا القول لا يحل تقليده. فكان هذا الإجماع ناقضا لنفسه، ومثل له بدفع العبد في صداقه، فإن النكاح والصداق والرقة متنافيان. فلو تزوج رجل عبده امرأة ثم دفع إليها رقبة العبد في الصداق، فإن ذلك يبطل الصداق، يبطل النكاح. فالنكاح لا يصح إلا بصداق، ولكن الصداق إذا كان هو الزوج بذاته فإن ذلك مبطل للنكاح، لأنها إذا ملكته بطل نكاحها. إذن القول، القسم الثالث هو الإجماع السكوتي. الأول هو الإجماع القولي، والثاني الإجماع الفعلي، والثالث الإجماع السكوتي. قال: وبقول البعض وفعل البعض، وانتشاره، انتشار ذلك القول أو الفعل، وسكوت الباقين عنه، يسكت عنه الباقون، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي، وهو محل خلاف. فقال الطائفة: يعتبر إجماعا، وهذا الذي يختاره الحنابلة دائما. فتعرفون أن ابن قدامة رحمه الله إذا ذكر مسألة يقول فيها، واتفق كل من يروى عنه من الصحابة الكرام على هذه الفتوى، قال بها فلان وفلان وفلان، فكان إجماعا، ولم يعلم له مخالف في زمانهم فكان إجماعا. وهذا هو الإجماع السكوتي، والواقع أنه إنما يعتبر على القائلين به، عند القائلين به إنما يعتبر قبل تدوين المذاهب. أما بعد تدوين المذاهب فمن المعلوم أن كل أهل مذهب يعلمون أن المذهب الآخر يخالفهم ويسكتون عنه، لأنهم يعلمون أن أهل المذهب الآخر أيضا لهم اجتهاداتهم وآراءهم، فسكوتهم عنه ليس موافقة له، وإنما لأنه غير مذهبهم. فلذلك الإجماع السكوتي قيل هو حجة دون حجية الإجماع، ولكن لا يصل إلى حجية الإجماع، لأن الإجماع المعتبر مخرج لهذا بشروطه. ثم بعد ذلك وصل إلى دليل آخر من الأدلة الإجمالية، وهو قول الصحابي، فقال: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. قول أحد الصحابة، اجتهاد أحد الصحابة في مسألة من المسائل، ليس حجة على غيره من الصحابة، لأنه مثلهم وهو اجتهاد منه. وقول الصحابي ينقسم إلى قسمين: ما كان من اجتهاده، وما كان مما لا يؤخذ بالرأي. فما كان لا يؤخذ بالرأي فيحمل على الرفع، وما كان مما يمكن أن يكون مأخوذا بالرأي يعتبر قولا له واجتهادا منه. وهذا الاجتهاد ليس بحجة على غيره من الصحابة، وبالأخص من كان منهم من أهل الاجتهاد، ولكن من بعدهم اختلف هل هو حجة عليهم أم لا. فذهب الجمهور إلى الاحتجاج بقول الصحابي، لأن الصحابة فضلهم الله ورضي عنهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أفضل قرون هذه الأمة، ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الأثر عن أصحابه كالخلفاء وأبي هريرة فعلى الرأس والعين، فإن جاء الأثر عن طارق بن شهاب وزر بن حبيش وعبيدة السلماني فهم رجال ونحن رجال، يقصد التابعين، فالتابعون قول واحد منهم ليس بحجة إجماعا. أما الصحابة فإن أبا حنيفة رأى أن قول أحدهم حجة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه غير حجة، والثاني أنه حجة.
لذلك قال ليس بحجة على غيره على القول الجديد، هو مذهب الشافعي الجديد، وفي القديم هو حجة لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم واهتديتم، الحديث ضعيف جدا وليس بحجة. فلذلك الراجح أن اجتهاد صحابي واحد لم يصل إلى درجة الانفراد لا يكون حجة. أما الخلفاء الراشدون المهديون فلهم حكم مختص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنتهم حجة في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فما أجمعوا عليه فهو حجة، وما اختلفوا فيه ما قاله واحد منهم في زمانه فهو حجة على غيرهم على غير الخلفاء، وأما ما اختلفوا فيه فلا يعتبر قول واحد منهم حجة على غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونصل وأسقفنا عند الأخبار وهي السنة وما يتعلق بها، فهي الدليل الكبير الآخر بعد ما ذكرنا القرآن والإجماع وقول الصحابي. والله يكرمكم ويحفظكم ويتقبل منكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.